خبر عاجل، ضربت أمطار رعدية وسيول جارفة مدينة جدة في السعودية اليوم، وأوديت بحياة أكثر من 100 شخص وإصابة مئات آخرين وقطع التيار الكهربائي، واستدعت نزول قوات الجيش السعودي والحرس الوطني لنجدة المنكوبين في أكبر عملية إنقاذ شهدتها السعودية في تاريخها. ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع منسوب مياه السيول هذه المرة وصل إلى مستويات قياسية بلغت ضعف النسبة التي بلغتها السيول لجدة 1430 والتي أوديت بحياة 114 شخصا. وذكر الدفاع المدني السعودي أنه تمكن من إنقاذ 1451 شخصا بواسطة الفرق الأرضية و457 شخصا بطائرات هيليكوبتر. وسقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة وجدة والطائف، ثم شكلت تلك الأمطار سيولا جرفة شقت طريقها من جبال شرق جدة عبر وادي بني مالك ووادي مريخ، واتجهت إلى غرب مدينة جدة وصولا للبحر الأحمر.